مساء الخير، بنرحب بحضراتكم. يوم جديد النهارده، عندنا فقرات كتيره جدا ومختلفه، يا رب كلها تعجب حضراتكم. برحب بيكم وبرحب بزميلتي دينا. مساء الخير يا اهلا بيكي يا سماح، وحلقه جديده هنكون معاكم من خلال زينب طعم البيوت على مدار ساعه ونص. بنتكلم في كل حاجه بتفكروا فيها، بنتكلم في كل حاجه ممكن تكون بتيجي على بالكم. هنبتدي فقراتنا، ولكن طبعا هنبتديها الاول بفقره الاخبار. اول خبر معاكي ايه النهارده يا سماح؟ عندي اول خبر من وزاره الصحه. الخبر الأول، وزير الصحة: الدهون المتحولة تتسبب في 17 مليون وفاة على مستوى العالم. تفضيل الخبر بتقول: أكد دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الدهون المتحولة هي السبب الرئيسي في وفاة أكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويا على مستوى العالم، حيث أنها تتسبب في زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب. موضوع الحقيقة في غاية الأهمية، بالأخص في الفاست فود والأكلات السريعة اللي كلها بتسبب الدهون. أنا الحقيقة أول خبر معايا النهاردة هو من السكة الحديد: تستعد لعيد الأضحى. تفاصيل الخبر بيقول: تستعد هيئة سكك حديد مصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم فتح الحجز على رحلات العيد قبل العيد ب 14 يوم، والحجز هيكون من خلال الموقع الإلكتروني للسكك الحديد، وهيتم تطبيق الحجز الإلكتروني وفقا لجدول التشغيل بداية من 15 يونيو 2023. طبعا أي حد عايز يسافر ويستخدم القطارات ياريت طبعا يلحق أن هو يحجز من خلال الموقع الإلكتروني. ده الخبر اللي معانا. نبتدي بقى فقراتنا، والنهاردة أول موضوع معاك يعني إيه سماح؟ النهاردة هيكون معانا سيدة بتعتبر الحقيقة نموذج متميز جدا، هي تم اختيارها كأفضل سيدة من ضمن 10 سيدات على مستوى العالم. هي مدربة نفسية الحقيقة، بتتكلم في موضوع جديد علينا أو نكون مش عارفين حتى المصطلح. بتتكلم عن الذكاء العاطفي، إيه هو الذكاء العاطفي وبيفرق إيه مثلا عن الذكاء الاجتماعي، وإيه دور الذكاء العاطفي في إن إحنا نقدر إن إحنا ننجح في علاقاتنا مع كل الناس اللي حوالينا، وهل ده حاجة بتبقى جوانا ولا بنكتسبها وبنتعلمها. ده اللي هنعرفه من خلال أول فقرة لينا بإذن الله. جميل الفقرة. الذكاء العاطفي الحقيقة مصطلح ما بنسمعوش كتير. صحيح، فهنعرف بقى منك التفاصيل دي كلها من خلال الفقرة بتاعتك. أنا النهاردة الأول فقرة معايا في طعم البيوت هنتكلم فيها عن جهود الدولة المصرية للقضاء على محو الأمية. والحقيقة في الفترات الأخيرة في اهتمام بشكل كبير جدا لمحو الأمية، وفي اهتمام كبير جدا لكمان تقليل عدد وزي ما نقول كده محو الأمية. في كتير من القرى ابتدى يبقى فيها زي فصول صغيرة، بيتم كمان محو الأمية والإقبال عليهم من خلال أعمار مختلفة من السيدات ومن الشباب. فالحقيقة مجهود كبير جدا في هذا الملف، هنتكلم فيه بكل تفاصيله من خلال فقرتي في طعم البيوت. هيكون معاكي إيه تاني النهاردة؟ الفقرة التانية بقى حلوة قوي بجد، هنتكلم إن شاء الله عن المسرح وازاي نقدر ان احنا نستغل المسرح في التعافي. يعني في مصطلح بيتسمى السايكودراما. السايكودراما هو بيجمع ما بين استغلال الفن وبالتحديد المسرح وعلم النفس. ازاي الضغوط اللي احنا بنعيشها في حياتنا لما الواحد يقف كده على خشبة المسرح ويقدر ان هو يطلع كل الطاقة اللي جواه وكل الاحاسيس اللي جواه، تقدر انها تخفف لحد ما من الضغوط النفسية. زي فكرة لما بنكون احنا بنرتاح لشخص معين ونبتدي نتكلم معاه ونفضفض، بس احنا ما بنطلبش حل للمشاكل، لكن مجرد الفضفضة دي بتسيب اثر نفسي طيب جوانا. ده موضوعي التاني بإذن الله. جميل جدا. انا الموضوع التاني بقى النهارده، كتير مننا طبعا خلال فصل الصيف بيبتدي ان هو يهتم ببشرته، اشعه الشمس بتكون شديده شويه، فكتير مننا ممكن يكون مش عارف ازاي يبقى العنايه بالبشره في فصل الصيف. كمان المكياج الصح اللي احنا المفروض نحطه في الصيف عشان بشرتنا ما تتاثرش قوي بيه. هنتعرف بقى على كل الحاجات دي ووصفات جميله جدا ونصايح جميله جدا للبشره والحفاظ عليها في فصل الصيف. بس دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل وهنرجع تاني مع زميلتي سماح وفقرات زينه.